نحن نسكن في النرويج ونريد فتوى في كيفية الصوم، النهار عندنا 21 ساعة. هذه المسألة فيها إشكال كبير بين الفقهاء الذين عاصرناهم وقد بحثناها في المجمع الفقهي أكثر من مرة، والذي ينبغي للإنسان أن يأخذ به بخاصة نفسه إذا كان لا يشق عليه الصوم ما دام يرى الشمس وهي ستغرب، فإن عليه أن يصوم ما دام يراها من طلوع الفجر إلى غروب إذا الشمس كان النهار كما أمر الله به. ينماز عن الليل بالغروب فلا بد من نعم، لكن إذا كانت الشمس لا تغرب عنهم 24 ساعة فحينئذ إما أن يقيسوا بأقرب بلد تغرب فيه الشمس كما يرى المجمع الفقهي وهذا الذي صدر، أو أن يحددوا يقسموا الوقت قسمة النص 12، نعم، لأن اليوم 12 ساعة كما في حديث الجمعة، حديث ساعة الجمعة، فيصومون 12 ساعة حينئذ. وما من وجه معتبر للقياس على دولة مجاورة أو كذا إذا كانت الشمس تغرب في مثل هذه المدة الطويلة؟ أنا ذكرت أن الاحتياط أن الإنسان يصوم ما طيب دام يقدر على ذلك، فإن شق عليه فليفطر.